ازاي تبدا تتعلم الرسم؟ اول حاجه تبدا تتعلمها انك تشوف الشكل بتاعك اللي هترسمه عامل ازاي، ازاي تبدا تشوف الغامق والفاتح بتاعه والدرجات بتاعته وتبص عليه بنظره شخص بيرسم مش نظره الشخص العادي، نظرتك هتختلف شويه للاشكال اللي انت هتبدا تشوفها وانت بتتعلم الرسم. ده نقطه رقم 1. نقطه رقم 2، هتبدا تتعلم ازاي تعمل الخط بتاعك اللي هترسم بيه. نقطه رقم 3، ازاي توظف الخطوط بتاعتك اللي انت اتعلمتها في الشكل اللي هتكون شايفه. الموضوع هيكون سهل جدا وبسيط، هتبدا تتعلمه معانا في شهر ونص. الكورس هيكون عباره عن 13 محاضره، مده المحاضره بتكون 3 ساعات. ال 13 محاضره متقسمين لثلاث مستويات. اول مستوى بيكون تاسيسك في الرسم وازاي تبدا ترسم الطبيعه الصامته والاشكال الهندسيه وازاي تبدا تطلع لوحه من الطبيعه الصامته بشكل واقعي. بعد كده تاني مستوى تبدا تخش للبورتريه، تتعلم ازاي تبدا ترسم البورتريه واساسيات البورتريه، كل جزء لوحده، العين لوحدها، المناخير لوحدها، البق لوحده، كل حاجه بشرحها بالتفصيل. بعد كده هتبدا تتعلم ازاي تحترف البورتريه، وده في المستوى الثالث اللي هو هنبدا ناخد فيه البورتريه التفاصيل، التجاعيد، الشعر الابيض، الفينش بتاع البورتريه. وده هيكون الكورس بتاعنا اللي هيكون مدته من شهر ونص لثلاث شهور، والكورس نازل عليه خصم كبير جدا جدا بمناسبه افتتاح الفرع الجديد. سعر الكورس كامل هو 395 جنيه بس بدل 1200 جنيه، وده لفتره قليله جدا. ادخل دلوقتي املا الابلكيشن او اتصل بينا على الرقم اللي هيكون موجود عندك في البوست واستغل العرض الموجود، ومستنيينك ان شاء الله.